السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا حريشات في الفران، حرشة اللي بحال الغريبة. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 500 غرام ديال السميدة رقيقة، معاها ثلاثة الخمارة ديال الحلوى. انا هاد النوع فيه ثلاثة، يعني اللي غيستعمل الزيت يستعمل ثلاثة الصاشيات. نحتاجو كاس عنبة ديال دقيق الذرة، كاس هذا تقريبا واحد الكاس من غير السميده المتوسطه باش نرشوا الغريبه ديالنا، كاس ديال السكر سنيده والعبار دائما بكاس العنبه، كاس ديال الحليب السائل، كاس ديال الدقيق الابيض الفورس، ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال الزيت، معلقه ديال القهوه من خميرة حبيبات. هذه الخميرة الفورية ولكن ماشي المعجونة، هذه حبيبات. ونحتاجو معاهم شوية ديال النافع. الطريقة خديت إناء درت فيه السميدة الفورس الدقيق الأبيض ودقيق الذرة، ونزيد عليهم كاس ديال السكر سنيدة السكر الخشن النافع، اللي ما بغاش النافع ممكن ينسم بالفاني. كي ثلاثة ديال الخميرة ديال الحلوة، الخميرة الفورية معلقة، كاس ديال الزيت، هادشي غادي نخلط هادشي مع الزيت. بحال غنبسبسوه، من بعد ما بسسنا داك الخليط مع الزيت، دابا غادي نضيف الحليب ديالنا، كاس عنبة ديال الحليب، وغادي نخلطو. دابا غادي نزيد هادوك ثلاثة د البيضات ديالنا، هما ثلاثة ديال البيضات، وغادي نخلطوهم حنا غير كنجمعو بلا ما ندلكو، غير باطراف الاصابع بحال هكا. بحال هكا تجمعات لينا. عاد دابا غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. الحريشات ديالنا اولا العجينه ديالنا ديال الحرشه مني خليتها ارتاحت 5 دقائق هكا كتشرب شويه السميده مع الذره. دابا غادي نديروها كويرات ونستوها في الطاوله اللي غتدخل الفران. كناخذو كويرات بحال هكا وكنكبروهم عادي بحال هكايا، ونديروهم في طاوه. انا الطاوه راني دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميده رقيقه. انا غادي نكمل التكوار حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. انا غندخل الكميه اللي عندي كلها نديرها في الطاوه ندخلها للفران. غير بغيت نقول لكم على طياب الفران، الحرشه راه معروفه هذه اللي بحال الغريبه. كنشعلوا الفران فوق وتحت وكنخليوه يسخن مزيان، يعني يسخن الفران بحال غنطيبوا الخبز. من بعد كنخشيو اللاطا ديالنا وكنخليو كنطفيو لتحت ونخليو غير الفوق شاعل حتى كتشقق لينا الغريبه من الفوق، عاد كنطفيو الفوق ونشعلو لتحت لتحت يكون مهيل شويه ونخليوها تكمل الطياب على خاطرها ونقدموها بصحه وراحه. انا خرجت لي هاد الكميه، هاد القياس راه تيخرج كميه
مزيانه بحال هكايا، ندخلوها الفران ونتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. الحريشات ديالنا ملي خرجوا من الفران كيجيو على هذا الشكل كيف كتشوفوا. كنتمنى تجربوهم يعجبوكم. هانتو كيتشقوا كيجيو مشقين والمذاق ديالهم كيجي زوين بزاف، ودغيا تيطيبو راه ما تياخذوش الوقت بزاف، كيجيو رطبين بزاف. لا تنقسم لكم وحده تشوفوها. هانتو كيف كتجي من الداخل، كتجي رطبه وفتيه بزاف دغيا كتفرتت. هانتو كي كتشوفوا وما كتاخذش الوقت كتير، ومع ديك البنه ديال النافع كتجي زوينه بزاف. اللي عجبتها الوصفه تعمل بارطاج ليها وتشاركها مع الاصدقاء ديالها، وما تنساوش لايك للفيديو الاشتراك بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ونتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.